تغيرت النتيجة الآن، أصبحت النتيجة متعادلة جوج بجوج أمام بين جوهرة العرائش وأجاكس طنجة على بعد حوالي 7 دقائق من نهاية المباراة وقت قانوني. الكرة عند أجاكس طنجة في الشرط الجهة اليمنى ومرر في عمق، ولكن أسلم مدافع أسلم شخشخ بعد الكرة. جو من فائدة جوهرة العرائش من الجهة اليوس جملة سميرة طويلة فعلا فرد من الحارس، الحكم ما عندش لا خطأ، الخطأ هذا واضح فائدة جوهرة العرائش ولكن الحكم لم يعين عن الخطأ. السلام عليكم أحمد فارس، تفضل عليك. حاولوا تبارطاجي وتقاسموا معكم هذه اللحظات الأخيرة من المباراة، حوالي 5 دقائق يعني الوقت الأصلي نهاية المباراة بين جوهرة العرائش وأجاكس طنجة، نتيجة متعادلة، مقابلة مؤجلة، كانت مؤجلة عن قسم الثالث الممتاز عصام شخشخ. إذا يحاول مرة عصام شخشخ تمريرة خاطئة، حاول مرة المهاجم العربي ولكن ما كاينش الكرات. اللحظات الحاسمة من المباراة، كرة عند أجاكس طنجة غادي يمر بلا شك، لا يحاول يراوغ ولكن تمكن المدافع بسلام من وصل تميرة. تميرة
عند اجاكس طنجة. تمريرة طويلة في اتجاه دفاع اجاكس او جوارة العرائش. حكم على خطأ لفائدة اجاكس طنجة من الجهة اليسرى. راوا ومرر الكرة خطيرة في العمق المهاجم مكمل الكرة ديالو من الجهة اليمنى غادي يحاول يمر بدون شكل أحد اللاعبين. مازال الكرة خطيرة ولكن ما تمكنش من الحارس بقى خطيرة الكرة هادي كانت خطأ فعلا فعلا اللاعب المس اللي داو الكرة الخطأ خطير هذا على الكرة هادي على مرمى جوارة العرائش. الخطأ كان واضح كما شفتوا حكم المس او اللاعب دافع لاعب المس الكره بيدو حكم على خطأ. الضربه تكون بدون شك تكون مباشره. نعم قذفة قوية ولكن كيصدها المدافع. مازال الكرة هذه خطيرة مرر يمكن منها المدافع ديال الواقع علاش كيمر الكرة الشر. المباراة في بداية تقدم اجاكس طنجة من الدقيقة الخامسة وعادل جوارة العرائش في الدقيقة 38 من الشوط الأول وتمكن فريق اجاكس طنجة من التقدم من جديد في الشوط الثاني في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني وتمكن جوهرة العرائش من تعديل النتيجة في الدقيقة 30 من الشوط الثاني. النتيجة الآن متعادلة إصابتين لصفر إصابتين في كل شبكة لخطيرة يحاول يقذف قذفة كانت قوية هذه خطيرة. اجاكس طنجة تمريرة خاطئة وسط الميدان خطيرة هذه الكرة هذه فعلا هذه خطيرة هذه الكرة هذه فعلا اوف اذا ضيع ضيع انفرد بالحارس وضيع الخطأ. مرحبا بالاخ احمد فارس نحاول ان نوصل لكم الصوره اللي واقعه في الملعب المقابله ديال القسم الممتاز القسم الثالث ما بين اجاكس طنجة. الان اجاكس طنجة عنده خطا على مشارف مربع العمليات يحاول لاعب رقم مدافع بدون شك غادي يبتقل بقوه على القذاف وضربه في الجدار. الان هجوم مضاد لفائده جوهرة العرائش كان خطأ فادح للحارس خطأ فادح للحارس ما تمكن من صد الكرة أو التحكم فرصة لتعديل النتيجة تدخل بالرأس لكن
حارس تمكن من الكره ديالو. إذا يعلن الحكم على نهاية المباراة الأجواء التي تنتهي فيها المباراة. فرحة لاعبي نادي أجاكس طنجة بالفوز بتحقيق الفوز المباراة المؤجلة اللي تأجلت جوج مرات. سينا في حديث مع الحكم يحمله نتيجة الهزيمة. بدون شك يعني هناك احتجاجات على التحكيم. من هنا كنسمعو كيقول لحشومة إن هونت. كذلك اللاعبين بنفسهم جالس على الحكم. إذا نخليكم إلى فرصة قادمة إن شاء الله. هذه الأجواء التي انتهت في المباراة و الحرية ديال بين الفريقين، فريق الطنجاوي وفريق العرائشي. إذن هو ديربي.